رايك الشخصي هو على قد الغلو وصف الجيش كرتون. مساء الخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج 7 في 1، حنناقش فيها أهم الأخبار والأحداث اللي صارن خلال الأسبوع اللي فات. وزي كل حلقة حنبدو بأهم الأخبار أو العناوين اللي شافوها شباب كعناوين رئيسية للأسبوع الماضي، ونرحبوا طبعا بالنقاش مع زملائنا عبد الوهاب جرينجو ومصطفى عبد الهادي وخليل الحاسي. نبدو بك عبد الوهاب ونشوفوا أهم خبر شفته في الأسبوع اللي فات. أهم خبر قرار لرئاسة مجلس النواب يعيد بموجبه المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي. مصطفى. السيد غسان سلام المبعوث الأممي يتوقع إجراء انتخابات في ليبيا خلال أشهر. خليل. لدي خبر هنا محمد. إيطاليا توقع على مبادرة متوسطية لتبادل الطلاب مع بعض الدول من بينها ليبيا. هذين هن عناوين الأسبوع الماضي كيف ما شافوهن الزملاء. وطبعا قبل ما نبدو في نقاشنا نحب ننوه أن تحليلات الزملاء ونقاشاتهم يعني تمثل وجهة نظرهم فقط ولا تمثل وجهة نظر القناة. توا حنبدو بالأخبار اللي حتكون فيها نقاشنا، ونبدو بالخبر الأول وهو زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج للولايات المتحدة. طبعا زي ما شفنا في الأيام اللي فاتت الزيارة شملت لقاء مع وزير الدفاع جيمس ماتس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، إضافة إلى الزيارة الأهم وهي اللقاء مع الرئيس دونالد ترامب. وشملت الزيارة عدة نقاشات، كان يعني من أبرز الأشياء اللي الناس انتبهت لها خلال الحديث اللي طلع للسيد فايز سراج مع وزير الدفاع جيمس ماتس هو مطالبته برفع حظر التسليح ولو جزئيا عن خفر السواحل والحرس الرئاسي، إضافة إلى مناقشة عدد من الأشياء وبيان الخارجية الأمريكية لتلال الموضوع وبيان البيت الأبيض وعدد من المحاور. حنبدو مع خليل ونشوفه يعني كيف شفت أنت زيارة بشكل عام بداية من اللقاء مع وزير الدفاع وانتهاء باللقاء مع الرئيس دونالد ترامب؟ يعني زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لاقت زخما دوليا ومحليا أيضا باعتبارها تمثل دعما له ولحكومة الوفاق وأيضا للمسار السياسي في البلد وليس للمسار العسكري أو للحلول العسكرية. أيضا يعني لم تقتصر زيارة السراج على اللقاء مع دونالد ترامب فقط مع الرئيس الأمريكي، ولكن التقى مع عدد من المسؤولين، الشخصيات السياسية والشخصيات الأمنية، وزير الدفاع الأمريكي وأيضا وزير الخارجية ريكس تيلرسون أيضا. ويعني أبرز ما جاء في هذا اللقاء هو يعني تعهد الولايات المتحدة أو تعهد واشنطن بالدعم اللامحدود لليبيا، وأيضا الدعم المطلق لخطة الأمم المتحدة والحفاظ على استقرار البلد ووحدتها. انا بس خليل يعني لما نقول نعم. ليبيا لما الولايات المتحده اللي هي عارفه يعني مدى الانقسام ومدى الصراع اللي يصير لما تقول الدعم لليبيا صحيح. وهي جايبه السراج وجايبه وزير خارجيه السراج واللقاء نعم. معها طرف واحد، فكيف ممكن نقرا هنا قصه الدعم لليبيا هذه؟ يعني اتوقع ان اهتمام الولايات المتحده بليبيا هو اهتمام أمني بالدرجة الأولى وليس اهتمام سياسي. يعني لاحظ معي أن طلب السراج بدعم الأجهزة الأمنية المعنية بمحاربة الإرهاب، الدعم طلبه بالدعم الجستي والدعم الأمني والدعم والتسليح وهذه القضية. سبق ذلك أو سبقت هذه الزيارة لواشنطن لقاء فايز السراج في تونس مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، كرر نفس هذا الطلب يعني أو سبق الطلب للرئيس الولايات المتحدة ترامب شخصيا، طلب أيضا في وقت سابق تقريبا في 19 من الشهر الماضي طلب من نائب وزير الخارجية تسليح الأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب. ليس ذلك وحسب، يعني تطرقوا لقضية التفكير في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الليبي من خلال محاولة استقطاب الاستثمارات الأمريكية، أتكلم هنا على قضية إعادة الإعمار وأيضا محاولة تنمية أو البحث عن وسائل لتنمية العلاقات الاقتصادية يعني بين البلدين. فالاهتمام الأمريكي بليبيا هو اهتمام أمني. أمني زي ما نعم. كان في حديث ريكس تيلرسون في مرة سابقة يا عبد الوهاب، يعني في خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع بوريس جونسون في لندن، أن قال لما كان جاء الحديث عن ليبيا فقط ريكس تيلرسون ركز على موضوع داعش، برغم حديث بوريس جونسون عن انتخابات وعن عدد من الأشياء خلال الشهور الماضية.
المرة هذه أيضا في ناس واجد انتقدوا وقالوا كأن أمريكا تدعم في طرف، بينما كان الحديث بعد زيارة السراج وبعد طلب حضرة رفع حظر التسليح الحديث عن دعم البحرية فقط، لوجود حديث أن البحرية الليبية يعني ما تمثلش في طرف ومش ممكن تستفيد منها أي مجموعة مسلحة، البحرية وخفر السواحل. يعني إحنا نطلع فكيف أنت تشوف الكلام هذا؟ يعني لا برغم الحديث أن في ناس قالوا أن لا هو دعم مثلا لحكومة الوفاق. لا خلينا قبل نجو هل دعم طرف دون آخر، بصراحة يعني زيارة السراج وحكومته هذه وما لحق بها اللي هو الحرس الرئاسي اللي هو الناكوع كلها تدور في إطار الأمني. أنا أتفق واختلف مع أخي خليل إن هذه كل هذا الحراك لهذه الزيارة أمنية بالدرجة الأولى ولا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد. لا تقول لي مشاريع اقتصادية ولا إعادة إعمار ولا وين نقاط الاختلاف؟ نقاط الاختلاف إن وإن تمظهرت بعض مناحي الزيارة كأنها سياسية، يعني وزير خارجية ترامب كذا، لا كلها أمني. بدليل خلنا نسلسل أفكار، بدليل إن الوزير هذا شو اسمه النجم الناكوع بعد ساعات من وصول السراج لحق بي. خلينا نكمل لك، كان الاجتماع اللي دار بين وزير الدفاع والسراج والله لا عندنا واحد هو اللي مسؤول هيجيبوه، ما كانش مرتبه من الاول، يعني كلها ترتيبات للحاجات الامنيه اللي حكيت لك عنها. يعني نيب نختصره ان الغرض منه واللي سماه هو نفسه السراج سماه حظر مخفف للاسلحه واللي هي الحرس الرئاسي وخفر السواحل. خبر السواحل عمره ما كان ليه علاقة بمحاربة الإرهاب، لكن هذه ليه علاقة بالهجرة غير الشرعية. لا ما هم أكثر شيء حاليا يكرسوا فيه الأمريكان ويكرروا في المفردة هذه الإرهاب، مكافحة الإرهاب. عملية التهريب ترتبط عضويا مع دقيقة دقيقة لما ترتبطش إني جايك بالكلام بنقودك الحاجة أخرى خاطئ الكلام هذا. لما تقول لي خاصة بالهجرة غير الشرعية وتقول لي خبر السواحل والحرس الرئاسي، الحرس الرئاسي ما عمره سمعنا به حارب الإرهاب اللي في طرابلس. خلينا نكون أكثر وضوحا، اللي حاربوا الإرهاب في سرت مجموعات مسلحة قوامها من ثوار مصراتة والمدن المجاورة في المنطقة الوسطى وبعض المنطقة الغربية بمعونة الطيران الأمريكي. هذه من اللي قضوا على داعش في سرت. المجلس الرئاسي يعني استخدمها كورقة فقط، الحرس الرئاسي قاعد طور النمو ممكن هو تجهيز لضم هذه المجموعات. انت حاليا الكتل اللي في اللي تمثل في غرب البلاد ما ندويش جغرافيا ندوي توتيرات سياسيه كلها، لاحظ الايام هذه تدعي الوفاق وتدعي كل شيء، واللي مخليتهم على الساحه جيش من المحللين كلهم بصراحه على قدر كبير من الغلو، سموا القوات المسلحه الليبيه القياده العامه جيش كرتوني. من يومين في واحد ذكرها باللفظ قال هذا جيش كرتوني، وقال 500 قال قوامه 500 ضابط فقط. نرد عليه نقول يا صديق عمر الجيش ما يتكونش من ضباط بس اولا، ثاني لما تقول لي 500 ضابط بس وتهمش في القياده العامه للجيش، يعني القوامه الاكثر احنا عارفينها في المنطقه الغربيه الاف الضباط. هل هو يجي في اطار الخلاف السياسي؟ لا دقيقه، الاف الضباط بنقول حاجه واحده، الالاف الضباط هذين وهذا حتى على امريكا تعرفها، وامريكا عارفه القوه الضاربه بتاع الجيش حاليا وين. ألاف الضباط اللي عندك في المنطقة الغربية ليش ما التحقوا بالنجم الناكوع؟ ما هو شن قال؟ قال كلهم أضربوا عن الالتحاق بالقيادة العامة للجيش، ما فيش منها الدواء. أغلب الضباط في المنطقة الغربية مسؤول عن كلامي هم قلبا وقالبا مع القيادة العامة ويبوا توحيد الجيش، وآخر حاجة الاجتماع اللي في القاهرة. وأمريكا عارفة قوة الجيش الليبي وين والنوام تاع إعادة تفعيله في جيش ليبي. أنا ضد اللي تفهوا في الأمور ويقول لك ما فيش جيش في ليبيا، لا في جيش قاعد كله إجازات وكله ياخذ في مرتبات وما التحقش. ما التحقش لان شوف اللي مسيطر على المنطقه الغربيه كلها مجموعات مسلحه. اوكي هنا نحن عند الداخليه مضمتش قضيه ثانيه، لكن امريكا حاليا تلعب بهذه الورقه وهذه لعبه خطره جدا. وكل اللي عندهم حفتر فوبيا او عندهم جيش فوبيا نسميه في المنطقه الغربيه ككيان سياسي طبعا كل جغرافيا طبعا يتخيلوا ان القياده العامه هذا الجيش الليبي خاش بارتال كبيره للعاصمه، ما فيش كلام. هذه لو صارت حتصير بالتوافق، ما فيش حد يبي العاصمتنا هذه الأبدية طرابلس أن تصير فيها دماء أو تكون فيها حروب، لا حيتم بالتوافق من اجتماع القاهرة، وأمريكا تعرف ذلك جيدا، لكن تلعب في لعبة يا إما مش مضبوطة يا إما الرئاسي ماشي يثبت في أركانه مع الاتفاقات القادمة. أنا بنجو يا مصطفى لنقطة ثانية، يعني نحن نعرف أن في خلافات مع القيادة العامة للجيش، خلافات سياسية مش خلافات من حيث المبدأ من حيث وجود جيش أو عدمه، وتصور في القيادة العامة وكأنها ليست جيش ولا يمكن الاعتماد عليه.
وهذه في تيارات قاعدة تمشي للدول الغربية وتثبت في الصورة هذه لأغراض سياسية خاصة بها. فنجول النقطة هذه، هل الولايات المتحدة عندها رؤية خاصة لليبيا يعني حسب ما شفنا، ولا ما زالت قاعدة تشكل في رؤيتها، ولا يعني إيش المغزى بالضبط من أن تركز على دعم جهة معينة دون الأخرى، أو هي ما زالت قاعدة تشوف الجهات تقابل في الجهات ونحن استعجلنا فقط بالحكم اللقاء السراجي؟ لا، هو ما تقدرش الآن من خلال زيارة السيد فايز السراجي للولايات المتحدة أنك أنت تحكم أن الولايات المتحدة تدعم السيد السراجي الآن كطرف من الأطراف في ليبيا. لكن يبدو لي أن احنا ما نقدرش مثلا ننسوا في خضم الزيارة هذه توقيت الزيارة. توقيت زيارة السيد فايز السراج جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الأخيرة من عمر الرئاسي، وكان هناك ترتيبات أخرى يسعى إليها الرئاسي أو أطراف أخرى داعمة للرئاسي إلى تثبيت الرئاسي حتى بعد انتهاء فترة حقبته الزمنية. يعني في تصوري الخاص، يعني في تصوري الخاص أنا اللي نشوفه أن زيارة السيد السراج للولايات المتحدة الأمريكية لو ركزنا عليها هي لم تكن يعني زيارة ترامب، عرفنا أن هي كانت قصيرة وقصيرة جدا، وتم عقبها إلغاء حتى المؤتمر الصحفي، وفي ذلك اليوم حتى الإعلام الأمريكي حتى القنوات الأمريكية لم تهتم بالزيارة أبدا نظرا لحدوث مشكلة مايكل فلين وآخره. فنقدر نقول أن مايكل فلين يعني أكل المشهد الإعلامي من السيد السراج ذلك اليوم من زيارة البيت الأبيض. لكن اللي مهم صراحة في تصوره هي زيارة السيد السراج إلى البنتاغون. إذا كان إحنا مثلا بنتكلم عن زيارة السراج إلى أمريكا، هو الأمر المفصلي هو زيارة وزارة الدفاع الأمريكية والتقائه بوزير الدفاع. أنت إذا كانك تحكي على شق سياسي ما كانش يحتاج أنك أنت تذهب، والأول أول جهة تمشي لها هي البنتاغون، فهذا يعني أنك أنت في ترتيبات معينة تشتغل عليها. إذا كان قلنا الأمر الثاني اللي هو عندما طلب السيد السراج، والطلب اللي كان مستغرب صراحة، يعني الآن أنت تحكي على 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 حركة لتوافق سياسي، على وفاق سياسي، السيد غسان سلام المبعوث الأممي يحكي على نوع من التوافقات ونوع من حتى من التهيئة الانتخابات وكذا، ثم يأتي السيد السراج ويجلس في البنتاغون الأمريكي ويطلب التسليح. لمن يطلب التسليح؟ ثم قيل أن هذا التسليح مطلوب مثل لخفر السواحل الليبي، وأن الولايات المتحدة كحربها للإرهاب يعني يمكن تدعم خفر السواحل الليبي. في تصوري الخاص أن أمريكا مش مهتمة بدعم خفر السواحل الليبي. إذا كان حكينا على جزئية الهجرة، ما ننسوش أن أمريكا أمس بالأمس فقط أعلنت انسحابها من اتفاقية الهجرة. يعني موضوع الهجرة مهمش أمريكا لا من قريب ولا من بعيد. المهاجرين حتى اللي يطلعوا من ليبيا، الأهمية الكبرى لداعش لداعش لقصة جزئية الإرهاب تحديدا. فإحنا مثلا حتى قلت لك هذا مش قلت لك أن تعتقد أنه بيدعم خفر السواحل لإيقاف الهجرة، أمريكا ما تهمهاش قصة الهجرة علشان تدعمها يعني. فما تقدرش مثلا تغيب المشهد كله عن بعضه قصة زي ما قلت لك. لكن الحاجة الثانية الملاحظة أن حتى البيان الصادر عن الخارجية، تصور البيان الأول اللي صدر عن أول بيان صدر عن الخارجية كان عبارة عن كلمتين مقتضبات جدا جدا قالها السيد تيلرسون، شفناه حتى في الفيديو لما طلع للصحفيين. الأمر الثاني البيان الكلام الثاني الذي قيل في بيان وزارة الخارجية يشبه كل البيانات في الدول الأخرى اللي زارها السراج، دعم الاتفاق السياسي دبلوماسي لغة دبلوماسية فقط. تصوري الخاص أن ما حدث في زيارة السراج حدث في البنتاغون، ما قبله وما بعده لا يعني شيء. أنا لدي تعقيب كل ما ظهر. حنكون نطلع فاصل بسيط ونرجع. رجعنا لموضوعنا الثاني في الحلقة وهو الأوضاع الأمنية في عدد من المدن. خلال الأسبوع الماضي كان في مجموعة من الأحداث الأمنية، اقتحام لقسم الطوارئ في مستشفى مصراتة، مجموعة من المسلحين تقتحم المستشفى، دخول لآمر المنطقة العسكرية المكلف في سبها والسيطرة على مقر لمطالب إدارية ومطالب مرتبات وكذا من قبل مجموعة من الشباب، تحذيرات من تأثير الرصاص العشوائي على مطار بنينة، المياه مقطوعة عن طرابلس بسبب دخول مجموعة مسلحة إلى الشويرف وإيقاف ضخ المياه. يعني الأمن وانتشار السلاح اللي هو قاعد يأرق في جميع المدن الليبية اليوم، يعني هذا هو حاليا خلينا نقول أنا موضوع الساحة، خطف
مية مقطوعة، ابتزاز، يعني أنك تبتز 2 مليون مواطن تقطع عليهم المية، بتوقف رحلات في مطار، مطار آخر قاعد متعطل بسبب الوضع الأمني، مستشفى فيها مرضى فيها كذا، تخش تروحهم كل شيء. فكيف تشوف الموضوع هذا يا عبد الوهاب؟ نبدأ لك من قبل 7 سنوات، يعني دائما نكرر فيها بصراحة أن من يعني لو افترضنا على المسمى هذا الثورات الربيع العربي، شوف أنت الدول اللي تورطت في السلاح لحد الآن ما حلتش مشكلتها، اللي هي ليبيا، اليمن وسوريا. الدول اللي مجرد ثورات عادية وانتفاضات، مصر وتونس، على الأقل ماشي الأمور نوعا ما ركب على السكة وعلى الخط الصح. نجول ليبيا اللي تهمنا أكثر، التورط على السلاح بشكل سافر أكثر، 22 مليون قطعة سلاح، هذا زمان، تو شوف يمكن أكثر. نرجع للأربع الأمثلة كويس هذه اللي جبتها، بنجيب المفارقة بين الهجوم اللي تم على المركز الطبي مصراتة وقطع المياه في الشويرب. يعني يومها محلل ما نبوش نرجع على كلمة الجيش، قال وين الشويرب؟ طبعا الشويرب مش تبع الجيش رسمي، مزال هي في منطقة حائرة بين الوسطى والغربية، يعني بس فيها قوات تبع الجيش قوات. يعني طيب نجول يعني في ظرف يومين يعني صار هجوم على مركز طبي وناس آمنة في مصراتة. نحن أنا نحكي لا لا بس خلينا نحكو عن يعني الوضع اللي حكينا عليه هذا. لا عارف قاعد في جميع المدن. لا لا ما قلت لكش قاعد في جميع المدن يعني بمختلف الأطراف السياسية اللي قاعدة سابها تبع الجيش، خشوا على أمر مكلف من قبل الجيش. هذه بنوصل لك بطريقة مصراتة تبع الرئاسي، هذه بنوصلها لك بطريقة مش تبع الرئاسي. مصراتة مصراتة من المدن اللي نحييها ردين بالهم من بلادهم وأمن غاية في الدقة، مع هذا صارت فيه المشكلة. هذا بين لكم مفارقة، وشويرف اللي هي السايبة وآخر انحلال وفراغ سكاني وكل شيء، صارت فيه مشكلة. إذن مازال نعانوا في ليبيا مشكلة، هنكمل لك حتى من الوعي متاع المواطن اللي تحول من الحالة العادية ما قبل الثورة إلى حالة من الشراسة، سواء في مدينة مكتملة النمو الأمني زي مصراتة وإلا في شويرف يروا سوسوا. نجول المشكلة الثانية، حتى أنا قسمت اثنين المطارات، مطار سبها مطار بنينة، مطار سبها شوف أنت بعض مش الإعلام يعني بعض يتعاملوا من الإعلام تيالي أن يعطوا يا معلومات مغلوطة يا أما جزء من معلومة يعمموه، فكلهم بصراحة قالوا هذه شو اسمها مجموعات مسلحة من تبوك. لا الحقيقة اللي طلعت أمس مش هيك بالضبط، هذه بقايا من القوة الثالثة، مش من القوة الثالثة إنه من مصراتها، خلينا نسمو الأشياء بنسميها بقايا قوة ثالثة، يعني ناس من أبناء المنطقة من شباب سبها، سواء تبو سواء حسان سواء ولاد سليمان، ما نبوش نخش بالقبائل والكلام الغريب هذا. هذه الشباب اللي من سبها كانوا متعاونين مع القوة الثالثة، مجرد طلعت لقوا روحي في حالة فراغ، هذا نعانوا منه حتى في منطقة الجفرة، يعني أغلبهم حاليا الجفرة مشوا لمصراتة ومفروض لا هو المفروض هذه يكون قوة مساندة للجيش اللي بسبها ما مشوش لمصراتة زي متاع الجفرة، قعدوا في سبها لقوا روحهم في فراغ. شباب تعودوا على السلاح، ممكن تعودوا على مرتبات على ميزات كذا، فحاليا يصلهم احتقان مانيش عارف ما وراء الخبر، فهجموا على المطار. بس تو تقريبا المشكلة في طريقة الحلحلة. نجو نختم بيها مطار بنينة. مطار بنينة شوف أنت هذه خل لو قلنا بنغازي زي مصراتة، نمو كامل أو شبه كامل للأمن ومؤمنة نقدر نقوله يعني على الأقل، رغم بعض المناوشات في قنفودة وغيرها العشوائية في بنغازي خربيش، بس خربيش مناوشات مدينة مؤمنة وإن شاء الله تحز على غازي. إذن مدام قلنا بنغازي مؤمنة نرجع لعملية الوعي، الناس قاعدين يعني خلينا نقول مثال، والله أنا ليبي زي الليبيين، مش هزوا على الليبيين ولا شيء، يعني ليبي وحصل سلاح عرس بيفرغ كل حاجة عنده، أي تعبير فرح بالرصاص وبتوفر الكلاشنات وكذا. إذن نسبة الوعي مش كلها أمن، بدليل أن الأمن طول سيطر في مصراتة جو وتم ضبط الشباب، وخيركم يا شباب، والله عندنا موتورين، عندنا واحد يا متعاكين معاه يا حال مش عارف القصة بالضبط، أنه راقد في المستشفى، خشوا داروا شوية إزعاج، في النهاية تم ضبطهم. في الشويرف تقريبا المشكلة تم حلها، هو يحل، لكن نرجع الوعي الناس، يعني مش كل أمن. حتى أيام ما قبل 2011 كان تصير جرائم واختراقات، لكن الناس ما عندهاش سلاح، ضربة موز، ضربة رشاد، عصا، لكن تو في سلاح، وهذا اخطر شيء في الوضع الليبي. انا بنجو يا مصطفى، لان المشاكل زي ما قال عبد الوهاب تم حلها، شويرف ردت الميه، سبها رد امر المنطقه المكلف، مصراتة انتهت المشكله في ليلتها، وال يعني مساله الرصاص العشوائي هذه مثلا نقول انها منتشره في كامل انحاء البلاد، لكن المشاكل هذه قاعده ديما معرضه لانها تتكرر، ليش السبب؟ وين الحل الجذري اللي نقدروا نحن نبدو منه، او النقطه الجذريه اللي نقدروا نبدو منها حل المشكله نهائيا؟ الحل الجذري وإقامة الدولة فقط، يعني إقامة الدولة بمؤسساتها، وتعرف الناس مفهوم المؤسسة
وتعود المؤسسات لسابق عملها يعني، لكن في ظل الانفلات اللي حاصل الآن واللي هو نتيجة طبيعية وحتمية للانقسام اللي صاير والتشظي اللي صاير بالذات بين الأطراف الموجودة في المشهد وتغييب أطراف وإحضار أطراف، ويعني هذا كله بطبيعة الحال بيؤدي أن أمد الأزمة بيطول، وأنك أنت اللي شفت هذا عبارة عن مظهر يعني. أنت بدري قلت كلمة في تقديمك محمد أن هذا اللي مثل يقض مضاجع الناس الفترة هذه، لا هذا يقض مضاجع الناس من سنوات يعني، الانفلات الأمني هذا وانتشار السلاح والأمور اللي حصلت هذه. لكن الشيء الوحيد اللي إحنا ما زال عندنا في ليبيا الإماء اللي كويسة في المشهد المأساوي هذا كله، الإماء المضيء المشرق في الموضوع هذا كله، أن إحنا في ليبيا قاعدين، وهذا اللي نقوله نتمنى أنه هو يظل باقي وندعو لبقاء صراحة وتأسيسه وتأصيل اللي هو العامل الاجتماعي. أنت كل المشاكل اللي عندك الآن تحكي عليها الآن كلنا نحلن بعامل اجتماعي، ما نحلنش بعامل رسمي مؤسسات. ما فيش مؤسسة جت والله هي اللي فتحت مطار سبا، ولا ما فيش مؤسسة جت هي اللي فتحت مثلا المية طرقة المية على طرابلس، تحكي لي عاصمة أنت فيها 2 مليون تسكر عليها المية كذا، لكن بعدين حتى لما سوي الأمر يعني منظومة النهر الصناعي قالت أن الأمر تم تسويته بشكل اجتماعي، الموارد المالية اليوم تحكي في خبرك بشكل اجتماعي، بس مستقبلا لو نبي دولة مزدهرة معلش مداخلة بسيطة مش كل شيء اجتماعي وقبائل، وهذا بيحكي لك القانون، وهذا بيحكي لك أنا هذه بيحكي لك شو بقول لك نتا قلت لك إن إحنا في غياب المؤسسات إحنا فرحانين إن ما زال عندنا الشق هذا، وإلا كنا نمشي في أمور ثانية يعني أبعد مما هو حاصل الآن. فالأمور الأخرى زي ما قالك عبد الوهاب تتوقف على الوعي، انت محتاج الى امرين. شوف بدل ما حكينا قصه الرئاسي والجيش والمنطقه اللي تابع الرئاسي ولا هذه تابع الجيش كذا، الامن والوعي لا علاقه له بالتصنيفات السياسيه، ما ليش علاقه بالامور هذه. فاحنا شفنا مناطق في ليبيا امنه ونعرف ان اليوم في مناطق امنه عندنا في ليبيا، ما لها تامينها ما تمش لانه والله مصطفى سياسيا باتجاه الجانب هذا او الجانب هذا، وعي الناس المجتمعي الوعي المجتمعي العقل الجمعي هو الذي يحكم مثل هذه التصرفات، بالذات في البيئات اللي عندنا زي في ليبيا الآن عندك بيئة فيها زي ما قلت لك انفلات سياسي وانفلات أمني، فأنت محتاج أنك أنت تأسس وتأصل لدور العقل الجمعي في مثل هذه الأمور. إذا كان العقل الجمعي ما اشتغلش، إذا كان الناس قعدت سلبية بطبيعة الحالة بتحصل مثل هذه الأشياء والخروقات الأمنية اللي شفناها. صح. يعني مطارات تعطل، أنت لما تحكي إلى مطار يعطل هذه مشكلة في زي طائرات كذا، شفنا حتى مطارات حتى في العاصمة ودي فاتت المطار معتيقة عطل لأنه صار رماية بجنب المطار، مطار بنينة حذروا من الرماية العشوائية لأنها خوف من أن تصيب الطائرات. يا أخي تحكي على طائرة فيها بشر طائرة، فالقصة مش ماهيش يعني مش سهلة وماهيش بسيطة. لكن بالمقابل إحنا فعلا محتاجين لحالة الوعي. إحنا يا سيدي من ضرب من رصاصة جي في طيارة إحنا عندنا ناس بشر دم ولحم ماتت بسبب الرماية العشوائية، رصاصة العشوائية في الشوارع وكذا، تظل واحد فايت جي طلقة يعني وعشوائية هكذا بغض النظر عن خسارة مادية، إحنا خسرنا بشر في. فهذا يتطلب الأمرين، تفعيل المؤسسات دور المؤسسات وتفعيل أيضا زي ما قلت لك بكري المنظومة المجتمعية. أنا بنزول نقطة يا خليل، أنا تأسيس دولة لما نحكي نحن على 22 مليون قطعة سلاح قال عليها عبد الوهاب أنها منتشرة، تأسيس دولة لما يكون عندنا حالة الانفلات هذه اللي كل مرة خاش واحد على مؤسسة موقفها وطلق فيها رصاص، هل يعني تأسيس الدولة يجي أول ولا يعني، وكيف ممكن تأسس الدولة في هذا الوضع يعني أصلا؟ صحيح. كيف يقدر يخدم الوزير ولا الرئيس اللي يوما ما خطف حتى رئيس الوزراء؟ يعني لفهم الواقع الراهن نحن نحتاج يعني لعودة تاريخية بسيطة للتاريخ القريب، يعني إدراك التحولات التاريخية أو فهم التحولات التاريخية هو الوسيلة لإدراك الواقع الحالي. يعني أنت تتكلم عن حدث انفجاري، حدث ثوري انفجاري، يعني ما نعانيه اليوم من قضية ليبيا ده، يعني مشكلة ليبيا في السلاح تحديدا ما نعانيه اليوم، يعني إحدى تمظهرات الثورة المسلحة التي حدثت في ليبيا. الثورة المسلحة بطبيعة الحال تنتقل بك إلى حرب أهلية، يعني لا يمكن متى تكلمت البندقية أن تخرسها، لا يمكن أن تقنع رجل الزناد حامل الزناد الذي استطاع تغيير نظام بالسلاح أن تطلب منه أن هناك وسائل أخرى للتغيير. تعود يعني على لا يمكن أن يقتنع حامل السلاح، هؤلاء الشباب الذين انعدمت لديهم الغايات وغابت عنهم الوسائل، لا يمكن أن يقتنعوا بغير السلاح بغير العنف. يعني المشكلة أن أثر الحرب ليس أثر آني، يعني لا يقتصر على الجدران المهدمة، على الشوارع المهدمة، على المرافق التي انهارت،
أثر الحرب أثر عميق في الثقافة والنفس يعني. والنفس. من يعني من الصعوبة بمكان أن ينجو المجتمع بعواطفه بمنظومة قيمه الأخلاقية من الحرب. هذا جزء مهم جدا. يعني قضية السلاح قضية معقدة جدا. أنا أتوقع أن نحتاج لسنوات طويلة يعني اللي نحن الليبيين يعني لازم نربط الأحزمة. أمامنا رحلة طويلة جدا. يعني العالم أو المجتمع الدولي الذي دعم الانتفاضة الليبية. دعم الانتفاضة الليبية ثم فض يده من كل شيء وطلب من الليبيين المستحيل، طلب منهم أن يبنوا دولة. يعني أنت تتكلم عن أكثر من 40 عام كان النظام قائم على الولاءات القبلية وقائم على القبضة الأمنية. نعم على القبضة الأمنية والولاءات القبلية يعني، وترك الباب مواربا للانتماءات الدينية المختلفة. في السنوات الأخيرة أنت. يعني فعندما انهار النظام وجدنا دويلات قبلية دويلات دينية ولم نجد وطن، لأن مفهوم المواطنة غائب تماما. قضية السلاح قضية معقدة. أنا غير متفائل يعني. بس في ملاحظة مهمة يعني لما نحكي عبد الوهاب من 77 النظام بدأ من 69. لا هي من 75 من محاولة على بداية من محاولة المحيشي يعني الانتقال من العسكرة إلى القبيلة للأمانة مش من الأول. نحكوا على 6 سنوات كانت عسكرة ثم يعني بالزبط. أكثر من يعني 36 سنة كانت قبيلة. المشكلة وتفكيك قبلي يعني لما نحكوا نحن على تفكيك اجتماعي طبعًا شوية شوية فيعني شن أثر هو اللي قاعد وصلنا هو لا احنا ما بنعلم كل أخطاء ليبيا أو ضعف حاليا شيء على مجهب نظام سابق. هذه مقارنات خاسرة بصراحة. لكن بصراحة يعني فعلا في السنوات الأخيرة شوف أنت حتى المدن الكبيرة طرابلس وبنغازي تم تفتيت البنية المدينية. يعني طرابلس يقول لك هذا ولد شارعنا ولد كذا هذا سيارته كذا كانت هيك لا خلقوا فيها حاجة. رابطة شباب الزنتان في طرابلس، رابطة شباب ورفلة بنغازي، رابطة شباب هون في المدن الكبيرة خلوا كل تفتيت. هذا شنو زراعة؟ هذا زراعة نوع من زراعة نوع من الولاءات للمدن الأصلية. فلما قامت الثورة أنت شوف السيارة مكتوب ولا على ولا القبيلة ثوار كذا أو المدينة الصغيرة ثوار كذا. نشوفوا شنو الاستدراك يعني. الدكتور مصطفى ذكر قضية يعني المستوى الاجتماعي الذي يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه يعني، وعلى الأقل هو الحد الأدنى الموجود حاليا في التعامل مع الواقع. السلم الاجتماعي لا نستطيع التعويل عليه طويلا يعني لأنه هو مهدد في أي لحظة بالانهيار وخطيرة جدا. طبعا صحيح يعني التحركات القبلية في جزء جانب إيجابي منها لا نستطيع إنكار ذلك، ولكن هذا الجانب الإيجابي يعزز فكرة تغول القبيلة على المؤسسات المدنية. يعني لدينا تجربة في البرلمان يأخذها الكبر القبيلة على السلطات التشريعية في البلد. إضافة إلى أن انهيار السلم الاجتماعي يعني ينزلق بالبلد نحو حرب طاحنة لا تستطيع أن تتكهن متى تتوقف يعني. فقضية السلاح لا يمكن أن تحل، وقضية إقامة الدولة يعني شبه مستحيل. لا يمكن أن تحل في لحظات في سنوات. عفوا أمامنا مسيرة طويلة جدا. مشكلة السلاح يعني كيف لا يمكن أن تحل يعني أنت يأس كامل لو ولا لا يمكن أن تحل يعني في جانب إيجابي مثلا حكومة الوفاق مع تحفظات الكاملة. في فرق ما بين لا يمكن ولا يعني هو ما قالش أن أنا أعطيك مثال. لحظة أنا قلت تحل. أختلف في قصة عفوا يعني قصة السلاح في حد ذاته كون موجود أو غير موجود في حال وجود دولة لا يمكن لا يشكل خطر كبير. إحنا نعرف إن في دول عربية كان اقتناء السلاح من ثقافة الموروث. أنت تحكي على دولة زي اليمن يوم ما كان فيها 62 مليون قطعة سلاح كانت الناس عايشة في زعيم البلد. بالمقابل إذا كان نظرنا على الحروب الأهلية وغيره كذا إحنا عندنا مشاهد في أفريقيا. عند مشاهد في افريقيا ما سيراليون فيها اكثر مما مات اليوم في ليبيا. بس يعني هل مثل اللي ديما يضربوا فيه ان رواندا 800,000 ماتوا قاعد حاكمها واحد 17 سنه الى اليوم لا يمكن الحديث عنه، لا يمكن انتقاده في الشارع، دكتاتور مطلق. لا نحكي على مفهوم الدوله. مفهوم الدوله لما تقوم دوله هل هي دوله؟ اشكاليتك انت اليوم في ليبيا انا اليوم كشاب عندي بندقيه لما نعرف ان ما فيش اي خلينا نحكي بشكل ترخيص قصدك لا مش قصص الترخيص لما نعرف اني لو ضربت في هذا الاتجاه ولا الاتجاه ما فيش جهه امنيه عجيني ولا ما فيش وزاره داخليه حتى ثقافه الافلات من العقاب فبني ملف على اي شيء بطبيعه الحال. اي دوله نحن قاعدين نحكي عنها هل هي الدوله اللي بعد الحروب الاهليه زي رواندا ولا الدوله اللي بعد الشيوعيه في روسيا مثلا اللي قاعد يحكمها حكموها شخصين يعني لمده قرابه 30 سنه
الى اليوم. انت اليوم عندك دوله سياده عربيه محمد. ما تقدرش تحدد الدوله. لا عفوا لبنان، لا عفوا لا عفوا عندك استقلال، لا ما تقدرش تحدد الدوله عندك في سيطره لقوى سياسيه معينه او رؤوس معينه. ما تقدرش تحدد الدوله. انت اليوم عندك اطراف سياسيه متنازعه، الاطراف السياسيه هذه مفترض انها تتفق. اذا اتفقت الاطراف السياسيه هذه بعدين عندك انتخابات، ثم عندك دستور، والدستور هذا بعدين بيحصل عليه استفتاء. والله يوم الناس تستفتي على الدستور تبي دولة بوليسية، تبي دولة جمهورية، تبي ملكية، تبي ديكتاتورية، هي حق الناس هذا حقنا. لكن أنت أوصل بالناس إلى هذه المرحلة، مرحلة أنهم يختاروا. أمريكا عندهم سلاح، الناس عندها سلاح عادي. أقل من دقيقة يعني. في جانب إيجابي في القضية، يعني حكومة الوفاق مع تحفظاتي الكثيرة عليها استطاعت في جانب أن تعقل، أن تستوعب هذه التشكيلات المسلحة. يعني الوضع الأمني في العاصمة يكاد يكون جيد جدا. زيارة الدكتور محمود جبريل لمس تدل على ذلك. مثال كبير، اجتماع التحالف الوطنية. برافو عليك. احنا وصلنا لنهاية فقرتنا، فاصل صغير ونرجع نكمل بقية البرنامج. الموضوع الثالث في الحلقة وهو التعليم، حال التعليم في ليبيا. في الأسبوع الماضي شاهدنا لقاء لوزير التعليم بحكومة الوفاق السيد عثمان عبد الجليل، تحدث عن عدد من المشاكل اللي تواجه التعليم اليوم، وتحدث عن مجموعة من القضايا، منها تطوير التعليم، إدراج اللغة الإنجليزية من الصف الأول، قصة الواجبات المدرسية، مناقشة العقاب المدرسي، وعدد من الأشياء اللي ما زالت يعني موضع خلاف وما زالت موضع نقاش في ليبيا إلى اليوم. يعني أن كيف تمنع المدرس أن يضرب طالب، كيف تقنع الطالب نفسه أن يخش في مرحلة أن يدير واجبة من غير مفهوم العقاب، شنو مفهوم العقاب بالضبط، موضوع التطوير هل يمكن تطوير في الوقت الحالي ولا ما يمكن ولا لا يمكن التطوير. الأشياء هذه كلها يعني حنناقشوها في الفقرة هذه. ونبدأ بك خليل، يعني كيف شفت كلام الوزير وكيف تشوف في هذه القضايا اليوم؟ يعني نقدر نديروها في الوقت الحالي في الوضع الحالي؟ يعني من المعروف أن التعليم وتعلم المعارف يعني يمثلان البنية التحتية للفرد إن جاز لنا القول. يعني التعليم هو المحرك الأساسي المنتج للأجيال. يعني الدول تنفق المليارات، الدول المتقدمة تنفق المليارات على دعم التعليم، على تطويره. التعليم في ليبيا يعني يكاد يكون كل شيء منهار بالمعنى الحرفي لكلمة انهيار. يعني تتكلم عن آليات تعليم متخلفة بدائية، تتكلم عن بنية تحتية منهارة، المدارس التي دمرتها الحروب، وتتكلم أيضا عن مناهج بدائية متخلفة مع بعض الاستثناءات، مناهج لا تستوعب لغة العصر، لا تخاطب لغة العصر، مناهج تنتمي للعالم القديم في تعليم الأساسي في نظامها المعرفي، في نظامها القيمي. الأساسي ولا التعليم بشكل عام، من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي إلى التعليم الجامعي. أيضا المعلمين، يعني خصوصا الجيل الجديد من المعلمين، سيما أن أغلبهم قادم من تخصصات أخرى، من الهندسة، من القانون. يعني الفوضى التي تحدث في ليبيا تنعكس على قضية العملية التعليمية بشكل عام. أيضا في يعني في ظاهرة سلبية جدا في داخل البلد، يعني أدعي أو أتوقع أو من المفترض أن نقف ضدها، وهي قضية المرأة المعلمة القادمة من تخصصات القانون ومن الهندسة وأيضا حتى من الطب. يعني شوف انظر كيف يعني تنعكس قضية حرية المرأة على التعليم، لأن الرجل الليبي يرفض أن تكون زوجته أو أخته يعني تعمل في الطب أو في الهندسة أو تكون قانونية، فالأسلم أو الطريق الآمن هي تحية. تكون معلمة في مدرسة غير مختلطة، يعني وليذهب الجيل التعليمي إلى الجحيم. يعني لن توفر لها، لن تستطيع تقديم أي شيء للعملية التعليمية. فقضية التعليم كل شيء ينعكس يعني على قضية التعليم، الثقافة العامة، يعني خليني نقول لك نظرة الناس للمفاهيم، للحياة بشكل عام، كل شيء ينعكس في قضية التعليم. التعليم الليبي يعني لا تستطيع أن تجد كلمة تعبر عن حالته إلا أنه هو تعليم بائس جدا. هنا بنجو لنقطة يا مصطفى وحنناقشه وصف خليل للتعليم.
بس أثارت انتباهي يعني صورة في موقع التواصل الاجتماعي بالأمس لطالب مضروب على ظهر يده وعليه يعني والوالد يشكي ويقول أن سيذهب للمدرسة. بالمقابل الصورة نشرها طالب طب ويتحدث انتهاكات جسدية مرعبة داخل المدارس. يتحدث طالب الطب عن التعليقات التي تسخر من الضرب ومن أن الطالب المضروب هذا أن كلنا ضربنا ونحن صغار وعليش الوالد حامق وكذا. ويتحدث الطالب أن ظهر اليد يعني منطقة مهمة في الجسد وفيها مجموعة من الأعصاب ومؤثرة جدا يعني قد تسبب له ضرر على المدى البعيد. مسألة سخرية من الضرب هذه وكلنا ضربنا ونحن صغار وهل هو أصلا شيء صحي أنك تنضرب وتتفخر بها بعد تكبر؟ هل ممكن الطالب اليوم نحن في 2017 غير نظرة هالعويلة الصغار يعني أن أنت ما فيش داعي تنضرب باش تدير واجبك، أنك أنت ممكن تدير واجبك من غير ما تنضرب، أن أساليب أخرى للعقاب يعني زي أسلوب الحجز مثلا في المدارس الأمريكية وغيرها. فهذه المسألة مسألة الثواب والعقاب في المدرسة كيف تشوف فيها؟ هو شوف يعني إذا كان احنا بنحكي على سيرة التعليم في ليبيا تحديدا يعني هو يمكن يكون مثل القطاعات الثانية تأثر بطبيعة الحال بما يحصل في البلد، فإذا كان مثلا كان سيئا فبطبيعة الحال أنه هيكون وصل لمرحلة أسوأ يعني. لكن بالمقابل خلينا نتكلم بشكل غير مثالي يعني واقعي بشكل واقعي. إذا كانك أنت بتحكي لي مثلا جزية العقاب مثلا هذه بتحكي لي أنت لما يجيك التلميذ في المدرسة التلميذ هذا ما بيجيكش من ثاني يوم يجيب أمه، هذي بيقعد 7 سنوات في بيت بوه وامه، يعني بيجيك انت من اسره طالع من بيت. فاذا كان احنا الان بنوجه هذا الكلام يوجه للاسره ولا يوجه لوزارات التعليم، هذه النقطه الاولى يعني. اذا كان احنا مثلا وقلت لك مره ثانيه نعاود كلامي مره ثانيه بنحكي التربيه من وظائف التعليم ايضا دكتور تربية التعليم. خلينا نكمل جدا يعني التربيه والتعليم معاك، خلينا نكمل وجهه نظري. لكن التحميل التعليم المسؤوليه الكامله يعني هذه الجزء اللي نحكي عليه، انك انت بتحمل التعليم الجزئيه الكامله في هذا البند في هذا الباب تحديدا، هذه في نوع من الاجحاف. هذه المساله الاولى. الحاجه الثانيه، هل الاجحاف بسبب الواقع ولا بسبب انه مش دوره اصلا في رايك؟ الواقع يعني ما قلت لك بديت كلامي من الاول قلت اني اتكلم بشكل واقعي، احنا نتكلم بشكل واقعي من المجتمع اللي احنا عايشين فيه واللي احنا طالعين منه، بغض النظر عن لغه المثاليات وبغض النظر عن لغه ما نريده نحن وما نتمناه نحن. إيه أوكي، إحنا نتمنى أن نوصل إلى مرحلة كذا كذا كذا، لكن عندما تقارن مثلاً مبدأ ثواب العقاب في المدارس الأمريكية بالمدارس الليبية، لا، معنى ذلك أنك أنت مطالب أنك أنت تقارن أمريكا كلها بليبيا كلها من كل شيء من جميع الجوانب، الثقافة، البنية التحتية، الاقتصاد، السياسة إلى آخره. فهذه قصة جزئية. المواطن الأمريكي لما يروح مثلاً أو الأستاذ المعلم الأمريكي لما يدخل لمدرسة لمدة شديدة مرات على الطالب لمدة شديدة لأنه ما كانش ليه 8 ساعات واقف قدام المصرف يراجع في السيولة. لما تلقى مواطن معلم أمريكي واقف 8 ساعات قدام مصرف في نيويورك ينتظر في مرتبه وبعدين يمشي للمدرسه الامريكيه ما يضربش الطالب، ايه بعدين يطلع المعلم الامريكي ملائكه. لكن المعلم الليبي اللي يقف 6 ساعات 7 ساعات قدام مصرف ثم يمشي، انا ضد الضرب، هذه ضدها تحصيلا، لكن ارجو ان يفهم الصوره اللي بوصلها. يعني دكتور ثقافه العنف موجوده حتى قبل الثوره وقبل قضيه المصارف والازمه يعني. لا خليني اكمل لك، هذه ثقافه المعلم الليبي والمعلم العربي، ثقافه العنف مش مارس في ديكتاتوريه وفي نوع من السديه. خليني اكمل، خليني يعني حقيقه للتعذيب. ثقافه العنف مش موجوده في المجتمع الليبي فقط، احنا بنحكي مش موجود في المجتمع الليبي فقط، احنا كنا اطفال صغار درسونا اساتذه مع احترامنا الشديد ليهم وعلى رؤوسهم بريطاني للسبعينات، ما مش ليبيين وكان يضربوا فينا ما ناكلوا ما ياكل الطبل، فنكون واضحين. فهذه نحكي قصه يعني قصه ثقافه العنف. لكن كل الموضوع هذا الكلام الطويل اللي قلته هذا باش نوصل لمحمد صوره الفيسبوك هذه. الامر الثاني بنقول عليه قصه صوره فيسبوك، لا يقيم مستوى تعليم او سيره تعليم على صوره عيل انضرب في مدرسه. انا نحكي عن الاطار العام يا مصطفى، واللي هو يعني ان المعلقين عموما ما عرضوش فكره الضرب في حد ذاتها، كلهم يقولوا ان نحن ضربنا ونحن صغار. من قال ما فيش واحد اعترض على فكره انه هو انضرب. من قال ما عنده عقد؟ بطبيعه الحال نحن نحكوا على المبدا الضرب، خلينا من ان يصير الضرب ولا ما يصيرش، يصير كلنا ضربنا. يبدو لي الاعتراض على المبدا في حد ذاته. اوكي، يبدو لي ان انا ما شفتش قصه الفيسبوك هذه او صوره الفيسبوك هذه، لكن يبدو لي ان حتى ردود الناس في الفتره هذه الحقبه الاخيره هذه يبدو ان هي ارتبطت بقرار وزاره التعليم بمنع الضرب في المدارس.
احنا شفنا ناس تعلقت في الفيسبوك معترضة على قرار منع الضرب في المدارس، حتى الوزير التعليم لما طلع في 218 وتكلم وتحدث على جزئيات من هذا النوع مثلا، انه هو التصور اللي موجود الآن في الوزارة التصور تصور رائع جدا جدا ومثالي وكويس وممتاز كذا، لكن اللي نتمناه أن تكون في دراسات حتى بحثية دراسات اجتماعية. أنت لما جي مثل الجزئية الثانية مثلا لما تبغي الواجب المدرسي، يعني أنت تحكي على مجتمع ثقافة الواجب، هذه ثقافة شبه يومية عند الطفل. فأنت إذا كان ما مهدتش لهذا الأمر قبل بسنوات يعني، فاعتقد ان النتائج قد تكون، وهذه اللي بيحكيها لنا مره دراسة، الخطوات اللي ما فيهاش دراسات مجتمعيه طبعا قد تكون نتائجها عكسية وخيمه. انا بنجو يا عبد الوهاب النقطه ثانيه، يعني زي ما قال مصطفى وزي ما قال خليل، لكن خلينا نرجع في الاوضاع العاديه اللي كانت عايشه فيها ليبيا مثلا قبل التوتر الامني وقبل الصراعات. نذكر ان احنا طلاب نشوفه في المعلم وضع تعبان، يجيب سيارة متهالكة للمدرسة ويخدم بعدها في أي حاجة أخرى، فيجي المعلم هذا نفسه ويضرب ويضرب. في غيره برضو وضع تعبان وكذا، لكن حاول يطور بالطلاب، يحاول يدير في مناشط كذا. أنا يعني فهل السبب هو الوضع الاقتصادي للمعلمين؟ قاعد ندرس يعني زي ما تقول من مطلع السبعينات، يعني 72 إلى 85 بعد 87 وندرس كويس، ما كان شكلة، كان مدرس في السبعينات مرتاح ياخذ مرتب، ما هذا يضربه. احنا ما بنحكي يعني المسألة مش خلينا نمشي مش كضرب اكثر، يعني عندي حاجات اخرى من لفتت نظري على وزير التعليم بالذات. المدرسين يعني بصراحة خاصة في السبعينات كانوا يضربوا فينا مثل نظرية فيثاغورس، يعني احنا 21 نظرية تقريبا، يعني لو حفظت النظريات كلها تمام ما فيش، يعني كل نظرية عليها مثلا أربع، يعني ضرب في عز الشتاء، يعني أربع ضربات في عز البرد شهر يناير، بعد الضربة الأولى والثانية يدك الإحساس يتبلد ما عادش تشعر، يعني مش ضرب لغرض أنك ارتكبت اقترفت خطأ ما وقلت كلمة مسيئة، لا، لمجرد أنك ما حفظت نسيان بس. يعني شوف الضرب وين يوصل، يعني بريطانيا تقريبا بعد 78 خلاص كان فيها ضرب، حتى هي منع من بين أغنية البينك فلويد مشهورة، يعني هذه غيرت نظام التعليم في أوروبا كلها، أنه على الضرب وعلى العقد والمدرس كيف يشحن فيك في قيم بس نعم. وتهميش المواهب وكذا. اخوي خلينا نبكي نبهني المساله مهمه نعرج عليها قبل ان نرجع المساله هذه، اقصاء المراه فعلا بطريقه مش ممنهجه لكن بطريقه متخلفه. عودا على بدء، في نفس الوقت اللي امس الدكتور هذا والوزير عثمان يقولنا في تضخم في ليبيا في التعليم، تصور في قريه فيها 4000 في مدرس، يعني 90% مدرسين اللي من هنا كنت حطه في التعليم قاعد زي الرب الفاضي، تخصصات من الهندسه. شنو يصير النساء؟ شنو يصير؟ نتفق مع خليل، يعني تلقى انسانه امراه ليبيه محترمه عصاميه قرت خرجت كيمياء مش كليه تربيه، كيمياء قرت علم كيمياء او فيزياء او طب. شنو يصير بدل ما تمشي المصانع؟ اصلا ما عندناش مصانع تاخذ في خبراء رجال لنساء، باي بدل المفترض تمشي المصنع تمشي المعمل تمشي الحاجه شغل الكيمياء، لا يحطوها مدرسة كيمياء بالثانوي، ألغوا لها كل العبقرية، أو حتى طبيبة. تصور الأمر، في طبيبات صيدلانيات يدرسن في الأحياء وفي العلوم ومهندسات، هذا شيء عدد من المهندسات، هذا شيء يخلق أنك تسريب من قطاع الصناعة لقطاع التعليم، كل دفعة التعليم وبسبب تضخم ومرتبات يعني وفلوس ضايعة. يعني أتعلم إذا المفارقة في العالم الموازي المتقدم، يعني هنالك دول حرمت وجرمت جلد الخيول والحمير في الألفية الثالثة، وأنت لديك يعني معلمون يعني يجلدون الطلبة على العلم، مش على التعذيب، انتهاك حقيقي لحقوق الإنسان، يعني هو عملية معقدة جدا. ذكر نقطة أشار عبد الوهاب اللي فعلا هذا صراحة اللي أثار انتباهنا في المقابلة كلها، يحكي أن البلد فيها 562 ألف معلم، 562 ألف معلم لمليون ومئتين ألف طالب، هذا رقم مهول ورقم مهول جدا، يعني معدل كل طالبين بمعلم، يعني بمدرس. هذا في يعني لو جينا مثلا لدول عربية ثانية مشابهة حتى للحجم السكاني في ليبيا، يعني في بعض الدول العربية أعرف أن فيها 9500 و9800 بس يمشي يدرسوا برا لا ممكن. الدولة في دول عربية ثانية فين 9000 إلى 10000 15000، أنت تحكي على 562 ألف معلم، فالرقم هذا مهول ومهول جدا، يعني كان الله في عون الوزارة في ظل هالظروف. المفروض يمشي يدرسوا في دول أخرى مثلا. أنا وصلنا لنهاية نقاشنا في الخبر هذا ونمشي للخبر
اللي بعدها واللي هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وفكرة المولد في الثقافة الليبية، كيف الطقوس والأشياء اللي تم الاحتفاء بها في فقرة يعني في احتفال المولد. ونبدأ بك يعني يا مصطفى، يعني شفنا زي محاولة من عدد من المدن الليبية بالعودة للعادات وللتقاليد والثقافة بتاع المولد، على عكس يعني في سنوات مثلا ما شفناش هذا الاحتفال أو الزخم الكبير، بس السنة هذه زي اللي كان في إصرار على الموضوع هذا، فكيف تشوفه؟ لا هو احنا اذا كنا دقيقين في المصطلح، هي مش عودة المدن الليبية، هي المدن الليبية مستمرة في الأمر، يعني هذه عادات وتقاليد ارتبطت بثقافة المجتمع، ثقافة مجتمعية اللي مش اليوم أو أمس. يعني هل الزخم السنة هذه ما كانش أكبر؟ لا هو بطبيعة الحال هو الزخم سواء السنة هذه أو السنة الماضية، وللأسف الشديد يعني ثلاث أربع خمس سنوات، يعني لما جي العاشورة نفس الاسطوانة، لما جي العيد نفس الاسطوانة، لما جي الميلود نفس الاسطوانة، يعني احنا وكأن الليبيين ما عادش عندنا أشياء تستحق النقاش والحوارات سواء على السوشيال ميديا ولا على شايف انت الفيسبوك وغيره وكذا وتويتر وغيره، يعني نقاشات ما عادش عندنا إشكالين ان احنا نناقشوا مثلا الا بند والله نديروا هريسه ولا ما نديروش، نديروا عصيده ولا ما نديروش، يعني اشياء واحد ما يعرفش حتى كيف يحكي عنها ولا كيف حتى يوصفها، يعني اثارتها في المجتمعات يثيرها اناس في الاساس هم فارغين، ما عندهم ما يخدموا، ما عندهم ولا عندهم مش محتوى عام ولا عندهم نظره عامه كبيره جدا، يعني انت اليوم باش خلاص احنا اذا كان احنا وقفنا العصيده معناها ازمه ليبيا انحلت، اذا كان احنا درنا العصيده والله معناها ازمه ليبيا انحلت، الامر عاده مرتبط بعادات الناس، باعراف الناس، بتقاليد الناس، لا علاقه له بامور ضروري يدخلونا في امور ثانيه تعبديه ودين وكذا وغيره، هذه الاشياء اللي حصلت في كل عادات الناس وفي كل تقاليد الناس، فيبدو لي ان سواء رده الفعل يعني كانت رده الفعل من الناس حتى السنة الماضية واللي قبلها شفناها احنا، يبدو ان هي كانت ردة فعل لمحاولة البعض طمس الهوية الليبية، هي عبارة عن شعب يحاول المحافظة على هويته، يعني احنا الان خسرنا اشياء كثيرة جدا في هذه السنوات اللي حصلت، خسرنا اشياء كثيرة جدا مش مستعدين احنا نخسروا حتى الهوية الوطنية للمجتمع الليبي، فاعتقد ان هي كانت ردة فعل متوقعة وحصلت كالعادة وكالعادة يعني كل سنة. عبد الوهاب كيف شفت انت الاحتفال وكيف شفت يعني النقاشات؟ والله انا متفائل بحاجة اللي هي العام اللي فات المعارضين لهذا الاحتفال في ليبيا اللي قعد جزء من الهوية الليبية العام اللي فات كانوا حادين اكثر، السنة هذه مش عارف اقل، حتى بعض المناطق بعض المشايخ قالوا ما حد يحتفل والجوامع تسكر بعد صلاة العشاء، فالناس متاع البلدة المدينة هذه خاطبوا الأوقاف في البيضة قالوا لا احنا ما عممناش أي شيء إن ما حد يحتفل، اللي بيحتفل يحتفل وما كانش فيه، وفي المقابل حتى في بقية المناطق الليبية اللي حنقولوا تحت سيادة أخرى برضو نفس الشيء كانت الحدة أقل، بس هنا في مسألة مهمة، يعني ياسرين تو يعني اللي يخطوا في الامر ويخطوا في الاوراق وبيحرمونا من هذا الشعب، الناس البسطاء في هذا الشعب الكريم ان يمنعوه من عاداته، حجج واهيه، في من يقول ان لا هذه بقايا الدوله الفاطميه في ليبيا، هذه في غمز ولمز ان الفاطميه جزء شبيه الشيعة، وفي الوطن العربي برضه في نفس المهاترات هذه يقول لك لا الحفل هذه يدور فيها الشيعة بس، طبعا هذه مغالطه تاريخيه، وين العام اللي فات وين نبحث على الامور هذه كلها كرده فعل، تصور اول من احتفل به تصور قريه كرديه مش عارف في سوريا في العراق، المهم اكراد سنه من قديم الزمان احتفلوا عادوا وابتدعوها يا سي باهي، ونفس الشيء اللي يقول لك لا السلف الصالح ما كانش يحتفل به، باهي اذا كان كل شيء الرسول ما احتفلش به، الرسول هذا عيد ميلاده هو كيف بيحتفل به؟ يعني جاز التسميه صلى الله عليه وسلم كويس، مسألة عادي لا خلينا نحكي لها والله توني من بيش خذ نقاش ممكن يصيدوا خلي اللي بيصيد صيد، انا كلمت اقولها بصراحه وبحريه وبكل شجاعه، سيدنا عمر بن الخطاب لما قرر انه هو اللي قرر التاريخ الهجري ولا يا دكتور؟ التاريخ الهجري يكون هو التاريخ العرب والمسلمين صح؟ هل الخليفه رضي الله عنه بكر الصديق دار هذا؟ ما داراش، هل عمر بن الخطاب سيدنا عمر ابتدع هذا ونقول لا وكيف والهجره لا خلينا ارخب من ارخب من ارخب شنو؟ فقصدي مش كل شيء جديد او ابداع، من هنا المتشددين والمغالين في الدين البدعه خلطوها بالابداع، لا بنبدع يا صاحبي بعد شويه حيقول لا ما تكتبش شعر انت هذه بدعه، ما تعملش تلفزيون كل شيء بيحول لك البدعه، نهايه القول انا من يوم صغر سني من 45 سنه ولا اكثر ونحضر في الميلود
ناس بسيطة لحد جدة في دين ولحد قدس نبي ولا شيء، حفلات ماشية وما لي علاقة. نقول لك لا صوفية لا واحد، أنا سني مالكي، كان كل واحد تو بيفصل حالة بيصطف، لا لي علاقة لا بصوفية لا بسلفية لا بغيره، لا أنا حر في رأيي كويس. بنعتبر بمولاد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ما حد لي علاقة به. بس نرجوك يا خليل يعني كتعقيب، الزملاء يعني لم يتركوا شيء، ولكن يعني تقريبا في هذا العام وفي العام السابق وقبل يعني أثبتت العصيدة أن هي أكثر من كونها عصيدة، يعني هي كانت رسالة الليبيين لهذه الجماعات الإسلامية على اختلاف أسمائها، هذه الهويات الطارئة الوافدة على الأرض الليبية، هذه رسالة من الليبيين، يعني نحن الليبيين نتمسك بهويتنا العميقة الأصيلة بهوية التسامح. يعني أنا أذكر في مدينة درنا في الستينات، يعني حسب ما كانوا يعني يحدثون الناس الكبار في السن والذين عاشوا فترة التسامح، فترة عندما كان يعني في معادلة متزنة بين الدين والأخلاق والتعايش، في يعني مدينة درنا كان في أقل من 1000 متر مربع يوجد كنيسة وكنيس والجامع العتيق، وكان المسيحي المشهور أنجلو كان يقدم الذبائح يوم المولد النبوي. فهذه الاحتفالية التي يعني ربما يشعر البعض أن هناك مبالغة فيها على السوشيال ميديا، ولكن هي رسالة لإحياء هذه الهوية الأصيلة، هوية التسامح، ولكن طبعا دون الإغراق في قضية التراث. هنا وصلنا لمحطتنا الأخيرة واللي هي عبارة عن بوست من مواقع التواصل الاجتماعي اختاروه الزملاء. خلينا نشوف وش نختار الزملاء ونبدو بك عبد الوهاب. الأستاذ الفنان علي الفلاح كاتب على صفحته يتساءل: لعلكم تساهمون معي أيها الأصدقاء في الإجابة عن سؤالي، من نحن؟ أعتقد أن 7 سنوات كافية للإجابة على هذا السؤال. والله الصديق راشد أبو وفا كاتب على الفيسبوك بوست عجبني صراحة، فيه بعد نظر وفيه أفق واسع، يقول لنا أجادلك في صحة توجهاتك السياسية، ولكن مصير أبنائي وأبنائك يحتم علينا بذل قصارى جهدنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعني أنا لدي إدراج للأستاذ بشير زعبية: في السياسة قد يفرض عليك الموقف، أو آسف قرأت الإدراج بشكل خاطئ. في السياسة قد يفرض عليك الموقف أن تفاضل بين السيء والأقل سوءا، وعليك بعدها أن تعيد ترتيب أوراقك لتحويل الأقل سوءا إلى الأفضل. المهم أن تحدد في التفاوض ماذا تريد وما هو الثابت لديك وما القابل للتحريك، وتدرك أن بين اللا والنعم هناك لعم. يعني مزج النعم واللا، على رأي القائد الفلسطيني المرحوم ياسر عرفات، وإلا لا معنى للتفاوض وسيبقى كل متمترس داخل صندوقه. يعني يشير للحالة السياسية وحالة الاستقطاب وعدم تنازل الأطراف الموجودة. طبعا واضح. هنا وصلنا لنهاية حلقتنا، شوفكم الأسبوع الجاي.